الفرقة أيضا متواجدين في هذه المواجهة. روبرتو كارلوس ينتظر في الكرة تتخلص أيضا وتبعد من أمامه، وصلت للسالم العربي ينقلها ويعيدها لكاليلي معاه يمررها للعربي يحاول فيها الكرة كريم. أيضا أطلقت الألعاب النارية وأطلقت أيضا تعويذة النادي المصري، وبعدها انطلقت هذه المواجهة. كرة منقولة الآن عرضية عالية بالراس هو اللي سدد الكرة الماضية بهذه الكيفية، لكن الكرة عادت العارضة إلى أشار بأن يجب أن يرى ذاته كرات العرضية انطلاقاته، وتشعر بأن عنده لا يزال قادر. كرة منقولة، يا سلام يا أبو يعقوب،